صباح الخير. النهاردة عندنا شقة داخل مجمع المنار بإطالة جميلة زي ما انتم شايفين على الجبال وعلى الطبيعة في يوفاجيك. الإطالة دي ما تقفلش نهائي. العرض بتاع النهاردة عبارة عن 4 غرف وصالة، مطبخ منفصل، جميع الغرف بتيجي ماستر، عندي حمام يخدم الصالة. خلينا نبدأ بالمدخل. عندي هنا ده مدخل الشقة، أنا هنا في الطابق الثالث، الشقة كلها بتيجي على طابق واحد، يعني الشقة مش دوبلكس. أول ما بدخل بيجي عندي ديت الصالة، وهنا المطبخ، وعندي غرفة نوم ماستر، وعندي حمام يخدم الصالة، وبعد كده غرفة غسالة. هنشوف الشقة كلها واحدة واحدة مع بعض. خلينا نبدأ الأول، أول ما بدخل عندي هنا ديت الصالة. طبعا زي ما احنا متعودين مشاريع المنار وصلات التكييف جاهزة، تدفئة أرضية، الأرضيات كلها سيراميك. عندي صالة مساحتها ممتازة، حوالي 5×8 40 متر، مساحتها كويسة. بيجي شباك جانبي وبلكونة إزاز زي ما انتم شايفين. الطالة بتاعتها باينة من داخل الصالة على الجبال كلها وعلى سد يوفاجيك. عندي البلكونة مساحتها برضو كبيرة، فيها حوالي بتاع 15 متر او اكتر، 15 متر مربع، حوالي 3×5. البلكونة ديت ممكن نقفلها ازاز بحيث في الشتاء نقدر نقعد في البلكونة مع الطلة الجميلة ديت. دي في الشتاء كل اللي انتم شايفينه اخضر ده بيبقى كله تلج. خلينا نكمل تصوير من الداخل. بعد كده بيجي عندي هنا دوت المطبخ، ده شكل دولاب المطبخ. عندي هنا جزء ممكن نحط فيه ترابيزة طعام صغيرة، وعندي وصلات التلفزيون جاهزة. وزي ما احنا متعودين برضو عندنا مخرج للبلكونة اللي احنا كنا فيها، وهيجي هنا مكان للكومبي. عندي هنا ده حمام صغير بيخدم الصالة، بيبقى من غير شاور. طبعا الشقة في مرحلة التشطيب لسه، برضه لما تشطب هتبان اكتر وهتبقى احلى من كده بكتير. طبعا دولاب في المدخل برضه موجود. عندي هنا غرفة لغسالة الملابس او ممكن نستخدمها كمخزن، وبعد كده دي غرفة بتيجي ماستر بحيث اللي احنا جالنا ضيوف يبقى غرفتهم قريبة بعيد عن الغرف بتاعت الشقة الرئيسية. وبيجي فيها الحمام الخاص بيها. انا مساحات الغرف بالظبط هسيبها لكم في صندوق وصف الفيديو كلها مع المخطط بالكامل. زي ما انتم شفتوا عندنا هنا الجزء دوت صالة ومطبخ وغرفة ماستر وحمام، وبقية الغرف 3 غرف مفصولين عن الجزء التاني. والغرف زي ما قلت لكم دي كلها ماستر. ده هنا الحمام، وهنا مكان الغرفة. الغرفة دي كويسة لحد الآن، يعني أنا شايف الغرف مقبولة. وبعد كده دي الغرفة رقم 3، حبينا نعمل هنا دولاب. وهنا دوت عندي الحمام الخاص بالغرفة، وهنا مكان للسرير. الغرفة دي يعتبر دي أكبر غرفة، مساحتها كويسة. وبيجي بلكونة من جهة الخلف، الجهة التانية هي الجهة الرئيسية اللي فيها المطل. وده هنا هيبقى مدخل البلوك نفسه على الشقة على طول. وهنا الطلة الجانبية، يعني مش دي طلتنا الرئيسية، الطلة من ناحية الصالة والمطبخ. هنشوف دلوقتي آخر غرفة، الغرفة الرابعة، برضو بيجي معاها الحمام الخاص بيها. يعتبر ديت نقول دي أصغر غرفة، ممكن نعملها غرفة أطفال. زي ما قلت لكم هسيب لكم التفاصيل كاملة في صندوق وصف الفيديو مع السعر مع كل حاجة.
ولو في اي كومنت بخصوص الشقه انتوا شايفينه ممكن تكتبوه لي في صندوق في التعليقات. شكرا.